إن التعرض لأشعة الشمس يعتبر أمراً مهماً لأنها تعتبر المصدر الرئيس لفيتامين د، ولكن عندما يكون ذلك مفرطاً وتحديداً في أوقات الظهيرة وما تتعرض له دولة الكويت حالياً لموجات حر قياسية تتطلب الحيطة والحذر، فإن الأمر سينعكس سلبياً على الإنسان لأنه سوف يتعرض لأشعة الشمس الضارة أي فوق البنفسجية، ويؤدي بالتالي إلى تعرضه للإصابة بالعديد من الأمراض والمشاكل الصحية. فضربة الشمس هي من أخطر إصابات فصل الصيف في الكويت وتعتبر من الحالات الطبية الإسعافية. يعطيك الصحة والعافية دكتور، شكرا مرة ثانية على قبول هذه الدعوة. يعني دكتور أحمد متكلم عن مخاطر وأضرار التعرض لأشعة الشمس على صحة الإنسان بشكل عام. لا شك أن ثقافة الكويت ثقافة الجو الحار، واليوم لما نتكلم عن ضربات الشمس احنا نتكلم عن حالة مرضية تتعدى فيها درجات الحرارة 40 درجة مئوية، والاهتمام فيها يأتي لأنها حالة طارئة ممكن تفقد فيها حياة، ولأن هناك مساحة لرفع مستوى الوعي حتى تصبح معتقد ثم سلوك صحي إيجابي، فنمنع فيها مثل هذه الحالات، لأنه إذا نجحنا في إنقاذ حالة ينطبق علينا قول المولى عز وجل: ومن أحياها كأنما أحيا الناس جميعا. احنا نسميها ضربات الشمس، بالإنجليزي يسمونها هيت ستروك اللي هي ضربات حرارية، هي تتنوع ما بين تشنجات إلى إجهاد حراري إلى ضربة الشمس. ضربة الشمس توصل لمرحلة يفقد الجسم قدرته على مواكبة متطلبات الحر. بشكل بسيط جدا، الجسم فضل الله سبحانه وتعالى عنده مثل ثيرموستات يوازن بين الحرارة الداخلية والخارجية. مصدر الحرارة الداخلية قد تكون الأيض، عمليات الأيض، الجهاز الهضمي التنفسي بالإضافة للمجهود العضلي. الخارجية تتأثر بالحرارة، الرطوبة، اتجاه الرياح، إن أنت وفر مثل هذه الأشياء. إذا وعادة يتم التبريد من خلال مضخة اللي هي القلب، تبث الدم، تطلع على سطح الجلد، تخفف الأمور هذه، بالإضافة إلى التعرق. في حال زاد التعرق في غياب الماء يؤدي إلى الجفاف، تفقد الجسم، يفقد الجسم قدرته على الموازنة، فندخل في موجة حرارية تبدأ بقيء، تعب، صداع، غثيان، قد يكون تقلصات في الأمعاء، قد تبدو نرفزة، تصرفات غير معتادة. إذا وصل مرحلة الجفاف دون تعويض بما يكفي من المياه ندخل في غيبوبة. هذه الغيبوبة قد تؤدي إلى الوفاة. من هنا تأتي إذا صار فيه حرارة يجب أنه نعاملها بكل ما تستحق من أهمية واحترام، وإذا تعدت 40 درجة تعتبر حالة طارئة. هل هي غريبة علينا؟ لا، لأن احنا نتعامل معها، قدرتنا احنا متكيفين للتعامل مع درجات حرارة أعلى. احنا نشوف مثلا أوروبا متعودين على الحرارة إلى حد ما كثقافة وكإنسان، لأن لما الناس اللي تيجي من أماكن باردة لما تحطها ونشوفهم في أوروبا 30-35 يقول توفى 15-20-30، احنا ما شاء الله 47، لكن عندنا ثقافة. هذه الثقافة كيف ما شاء الله الحين مثلا برد عندكم بالاستديو؟ نعم الحمد لله، بالاستديو، في البيت، في المول، بالسيارة، أماكن العمل. يبقى قضية الوعي، الوعي في اتخاذ الاحترازات اللازمة لتجنب هذه المضاعفات. نعم. طيب دكتور، أيضا حابين أن نوعي السادة المشاهدين بالنسبة للناس اللي يحبون يتعرضون لأشعة الشمس، أو يعني يطلعون يسوون مثلا يأخذون تان على البحر والأمور هذه، شلون ممكن نثقفهم بأن فعلا أشعة الشمس تأثر على الجلد أيضا؟ لا شك أن احنا نتكلم عن ذروة، هذه الذروة عندما تكون الشمس عمودية، فإحنا دائما من الساعة حتى في أماكن العمل الآن في تشريع ممنوع العمل من الساعة 11 للساعة 4، يعني من الساعة 11 للساعة 4 هذا الذروة، هذه للعامل. العامل عادة يكون عنده لياقة صحية، عنده الفتنس يعني، ويعمل لفترات معينة 8 ساعات. إذا تكلمنا عن الجمهور أكو شرائح إضافية تأخذ في عين الاعتبار. عندنا صغار السن، كبار السن، المرأة الحامل اللي عندها أمراض مزمنة مثل القلب،
الشرايين، الرئة، يعني خلينا نقول الكلى، هذه من المشاكل، بالإضافة إلى الزيادة في السمنة، سواء السمنة أو النحافة المفرطة، كلاهما خطر على مثل هذا الموضوع. لذلك إذا نتكلم مثل هذا الموضوع راح ننزل ساعة، نعم. يعني من الساعة 10 للساعة 5 أساس هذه الأمور تأخذ في عين الاعتبار بشكل إضافي، لأن المجتمع في كل الشرائح هذه. نعم. أضيف فأكد، إحنا يمكن ما نأخذ قضية الطفل أو الأطفال بشكل جدي، لكن في ثقافتنا ثقافة الحر يمكن نذكر، يذكر الأخوة والأخوات المشاهدين سالفة حمارة القايلة اللي من خلالها نخوف اليهال عشان لا يطلعون في الشمس يقعدون الداخل. وللأسف حتى في الكويت على الرغم من ارتفاع مستوى التعليم أحيانا ينسى بعض الأطفال في السيارات عندما الأم يروح أو الأب يروح يسحب فلوس أو يدخل ما يطلع وكذا تطفي السيارة، فهذه تؤدي أحيانا إلى مضاعفات يمكن تجنبها. نعم. هنا تأتي أهمية التعامل مثل هذا الموضوع. طبعا لما نتكلم عن تعرض الجلد، ذوي البشرة البيضاء مفيد جدا انه لا يتعرضوا مباشره للشمس، لانه قد يؤدي الى نوع من انواع السرطانات، سرطان الجلد. دكتور، الحين فرصه في هذا البرنامج نتكلم عن عمليه الوقايه، كيف تكون الوقايه من اشعه الشمس خلال هذه الفتره؟ وانت ذكرت الاوقات، يعني هي اوقات الذروه من الساعه 11 للساعه 4. لا شك ان لما نتكلم عن مصدر، المصدر هو الشمس، فمن المنطقي حقيقه ان نتجنب الشمس، سواء في التعرض لها لفترات أو من خلال مظلات أو الشماسي للتعامل مع هذا الموضوع. بس ما عندنا ثقافة المظلات الشماسي لنا. يعني مكره أخاك لا بطل. أنا أشوفها الحين أكثر وأكثر. يمكن حتى الوافدين اللي من برا تلاحظهم وقت الطوز يلفون مصر أو شيء. والآن يستخدمون الكابات أكثر. ويعني. نحتاج تعزيز هذه الثقافة. لا شك. لا شك، خاصة لأن الآن أنت قاعد تتكلم عن خطر ممكن تجنبه، وتجنبه بسلوكيات بسيطة من هذا النوع، بالتالي عدم التعرض أو حد من التعرض إذا أنت كنت مجبر. وفرة المياه هذه من ضمن الأشياء اللي ناخذها، وأمانة في الأوقات العادية احنا نتكلم عن 2 إلى 3 لتر يوميا، في حال التعرض أو التعرق يجب أن توصل لـ4. كذلك احنا عندنا إذا الإنسان طالع برا ممكن يستخدم الكريمات والمراهم مال التعرض للشمس. المرضى اللي عندهم أي نوع من أنواع يعني خلينا نقول اعتلال الصحة يجب أنه يحترم مثل هذه الخصوصية، بحيث أنه يختار وقت يكون بالحد الأدنى التعرض ويتجنب ما أمكن، وإذا حصل له أحد يبتعد عن هذا الموضوع أكثر. ويمكن ممارستنا اليومية احنا نشوف الشياب اللي يروحون المسايد بالشمس، احنا أنا أمانة صلاة الظهر والعصر أقول لهم يا جماعة ما في داعي حق المشي، خل الناس توصلكم بسيارة أفضل وبسرعة توصل هذا، لأن الشمس فعلا ما أقول حارة، أحيانا تكون حارقة. ويمكن تتفاجئون اليوم احنا نتكلم عن تسلخات في الجلد، مو بس للتعرض، حتى اليهال أو العمال اللي اليوم أنا أسمع عن بعض العمال اللي كانوا يركضون على الجار ووصلوا زملاء أطباء يقولون كانت ريولهم متسلخة من شدة الحرارة. هنا يأتي الوعي بشكل كبير، فبالتالي نعيدها بشكل سريع، اللي هو تجنب الشمس بالشماسي أو مواعيد التعرض، وفرة المياه، استخدام الكريمات الواقية، بالإضافة إلى المرضى والشرائح الأكثر اختطاراً يبتعدون عن هذا الموضوع. أضيف أقول يعني مفيد اللياقة الصحية للعاملين اللي هم الأصحاء. نعم. هؤلاء حقيقة إذا كان لي من رسالة أوجهها حقيقة لأرباب وأصحاب العمل، من أنه يجب هذه الشرائح التي لا تتكلم بالعربية أن نخاطبها باللغة اللي هم يفهمونها، يعني كلهم في لغته، لأن اليوم لما نتكلم عن السلامة، السلامة لا تستثني أحدا، ونحن أكثر الأوقات نتكلم عربي وإنجليزي، بس عندنا شريحة خدم منازل، عمال مقاولين وكذا، هؤلاء حقيقة يجب أن توصلهم الرسالة، بالإضافة لذلك تعطيهم وفرة من المياه والوصول إليها، والمياه قد تكون للجفاف وتعويض الأملاح بشكل رئيسي. هذا ذكرنا حقيقة بموسم الحج، اليوم الحملات الكويتية عندهم شطارة،
فبالتالي لما يصير موسم الحج والتعرض للشمس يخلط اللبن مع الملح، العصائر يضيف عليها بعض الأملاح عشان يعوض مثل هذه الأمور، ويكون في تضليل بالشكل الأكثر، بالإضافة إلى تغيير مواعيد العمل، وهذه يمكن لاحظها اليوم. الناس بدأت تعمل من الفير للساعة 9، تحاول شفتات الظهيرة تحولها في الليل. هذه كلها لعدم تعطيل الإنتاجية من جانب، وإعطاء المجال لأن بيئة العمل تكون آمنة ومشجعة على العطاء أكثر من أنها تكون سبب لكثير من الأمراض والإصابات. نعم. طيب دكتور، أن ذكرت أن يعني مثلا من الساعة 9 للساعة، من 6 للتسع ممكن تكون فترة آمنة، أو أن تكون حرارة الشمس مو عمودية، يعني نقدر نقول. صحيح. هل ممكن لمحبين ممارسة الرياضة في الأماكن الخارجية اللي يحبون المشي، يحبون ممارسة الرياضة، أن يعني أفضل وقت لهم نقول من الساعة 6 للساعة 9؟ أو عقب صلاة الفجر. يعني هذه الأشياء، وفي كل الأحوال حقيقة أنا قاعد ألاحظ الآن في ثقافة تفرحنا جدا كعاملين ناشطين في مجال الصحة العامة، أن الناس تطلع تتمشى أو تجري في الفترات هذه، لكن تجنب الشمس بكل أحوالها. قص الحق من نفسك بمفهوم التدرج، يعني أنا اللي بيتمشى بلاش يطلع ويهوس على نفسه يدخل نص ساعة أو ساعة وهو جماعات تجارية الحين صاروا. وهذا أيضا هذا حديث، يعني لا شك أن الآن أصبح ثقافة موجودة عندنا وهذه تفرحنا، لكن أنا أتكلم عن المعرضين للخطر. هؤلاء حقيقة يجب أنه دائما يكون بطل الماء معهم، وإذا استطاع أن يحط الكاب أيضا يقلل من التعرض للشمس. ومفيد أن الواحد يعني يقول حق شخص آخر وين هو، لأنه تحصل أحيانا الواحد يفقد الوعي ويظل في مكان قد يكون معزول أو مهجور، الناس ما تشوفه فيه في اللحظات يعني الحرجة، وهذا يساعد كذلك الاتصال بشكل سريع مع الطوارئ لإنقاذه وإسعافه. لو أنا طاح أحد عندي في الممشى، لا شك أن أول شيء أخذه وأحطه في مكان ظليل، أحاول أني أبلله، أستخدم المراوح أن توفرت، ودرجات الحرارة يجب في أسرع وقت ننزلها ل 39 أو 38 واعتبارها طارئة، فبالتالي هذه نركض فيها المستشفى لتخفيف تنزيل الحرارة قبل لا تأثر على الجهاز العصبي وربما تأثر على المخ. نعم. وما إلى ذلك. دكتور، أنا بستفيد من وجودك معنا في هذا البرنامج بصفتك المتحدث الرسمي لوزارة الصحة. يعني سمعنا في السوشيال ميديا، وهذا الآن فرصة أنك موجود أنك تنفي هذه الأخبار أو تؤكدها، سمعنا أن هناك حالات وفاة بسبب يعني أشعة الشمس وضربات الشمس وزيادة ارتفاع درجة الحرارة في الكويت، هل في أخبار صحيحة هذه؟ أنا طبعاً ودي أكد، شوف حالات الوفيات عادة ما تروح حق وزارة الصحة، تروح حق الأدلة الشرعية بوزارة الداخلية. لا كخبر يعني. إيه كخبر ما أستبعد إنه يكون موجود، ومن الحديث بين الزملاء وبعض الناس اللي لهم علاقة كان في عامل صباغ ما كان يعمل واقف بالشمس لغاية ما دخل في الصداع إلى الغثيان إلى فقدان الوعي الهلوسة يعني أو الهذيان إلى أن فقد وعيه. أتذكر كذلك في فترة من الفترات، هذا القياس أنا أتذكره عشان الوعي، بعض العمال في العبدلي كانوا يطلعون من مزرعة يتمشون للجمعية، فكانت مسافة طويلة، أيضا سقط واحد منهم توفى واثنين لحقوا عليهم ودوهم. هذه هني نية على مفهوم الوعي، مفيد ان انت تغطي نفسك، تتجنب انت مجبور تطلع بالظهيره بعز النهار عشان تتسوق او يكون عندك خلينا نقول حاجه معينه ممكن تتاجل، وفره المياه كم ممكن الواحد ياخذ وياه مياه تساعد على هذه الامور، احيانا يعني وانتم بكرامه نعل النايلون البلاستيك هذه بالحر ذوب اصلا، وايضا هذه تؤدي الى تسلخات وحروق ممكن تجنبها. الناس اللي يطلعون على البحر بدون ما ياخذون الكريمات الواقيه، احنا شفنا مناظر فيها الجسم يكاد يكون محروق ويدخل درجة ثانية، يحطون تان مشكلة ثانية. لا هذا التان هذه فرق الثقافات. أنا أتذكر مرة كنا في كلية الطب، أنا واحد من كندا، في عز شهر 7 وكان يطلع بالشويخ
ينسدح، احنا حر وعرق والحاله حاله، هو يقول كذي. فنقول له انت الحين من صدقك هاد البرتا اللي هي ثلج وكذي ويانا في الحر؟ فكان يقول انت ما تدري لما يصير النهار طويل عندك نشعر بالكآبه، احنا ندور الشمس وكذا وكذا. وبالعكس ثقافتنا احنا ندور البراد والسنو وكذا، وهذا سبحان الله اللي خلق وفرق، ويعني هذا التنوع مطلوب. نعم الله سبحانه وتعالى، جميع اجواء جميله الكويت. الحمد لله، الحمد لله بلدنا. طيب دكتور، ايضا تفضلت على طاري الثاني ان الحين اغلب الناس قاعدين يروحون الشاليه ويقضون اجازتهم في الشاليهات والبحر، فهل ممكن انهم ايضا بالاضافه لاحتياطاتك اللي قلتها، نفترض احد الاطفال تعرض لبعض الحروق، اسعافات اوليه ممكن اول الامر يقوم فيها قبل يروح للمستشفى؟ ارد حق ثقافتنا، احنا نتذكر قبل لا تصير الحياه معقده بالطريقه هذه، كان مدى نكشت ترى عقب المغرب. نعم. وكنا ندرس نسيم البر ونسيم البحر وكذا، هذه من ضمن الاشياء اللي هالصغار اذا اصابتهم سواء حراره او تسلخات ينطبق عليهم ما ينطبق عليهم. نعم. ناخذه الى اماكن ظليله، نحاول تخفيف درجه الحراره بكميه من المياه الفاتره، يعني مو مثلجه نحط له فوط. ليش؟ لأنه يصير في تقلص للأوردة على الجسم، فبدال لا هو يخفف يعني يشجع على الدورة الدموية، ممكن يسوي تقلصات فيصير فيها مضاعفات من هذا الجانب. لا شك أنه يختلف من شخص لآخر على مستوى الوعي أو الأثر، لكن قدر المستطاع إذا يقدر يشرب هذا وايد يساعدنا. ولا شك أن الأطفال لهم بيدلايت اللي هي نوع من المياه اللي تكون فيها معادن واملاح تساعد على انقاذهم، ثم الاتصال بالاسعاف اذا كانت الحاله لا زالت غير واعيه. نعم. الله يعطيك الصحه والعافيه، بارك الله فيك على هذه المعلومات وهذه النصائح دكتور احمد الشطي. حياك الله. كل شكر وتقدير دكتور احمد الشطي، مدير اداره الصحه المهنيه والمتحدث الرسمي لوزاره الصحه.